وحلقة أخرى من صباحيات دوزام. نتمنىكم على خير وشكرا لاستضافتكم لنا في البيوت ديالكم. اليوم معنا لالا ماريا بن جلون في صحي ولديد، غادي تخصص للفقرة ديالها لوصفات غنية بالطاقة لوجبة السحور أو الإفطار لما لا. معنا كذلك الدكتور السمدي ككل يوم جمعة، غادي مرر لنا اليوم رسائل رمضانية قيمة جدا. وأخيرا غيلتحق بنا الكوتش ياسين في الطاقة واللياقة، غادي يتكلمنا على علاقة الصيام وشهر رمضان الكريم بفقدان الوزن. الكل بعد فقرة القانون والبروفيسور محمد جمال ماتوق. مرحبا بكم معنا صباحية دوزام. بروفيسور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار القانون المغربي. قبل الإطار بعد أنا كنحيي فيك القدرة المهنية ديالك. الله يكبر بك. ما شاء الله تفضلي. دائما في إطار القانون المغربي اللي ما غادي نتكلموا على واحد من الصناديق المهمة جدا. واللي هو صندوق زيادة في الإيرادات طبعا. وشنو تنعني بهذا الصندوق الزيادة في الإيرادات؟ طيب كتسمعي بان في الحلقه السابقه كنا تكلمنا على حوادث الشغل على الامراض المهنيه، وهضرنا على التعويضات اللي على شكل ايراد عمري. ما معنى ايراد عمري؟ ايراد عمري، العمر ديال الشخص كله كيبقى تيتوصل بداك الايراد. الايراد بالفرنسيه هو اون غونت، عمري هو فياجي، ها عنده علاقه بفياجي لا في، ما حد حي هو كيتوصل بداك الايراد. الإيراد تنتهي مع نهاية الحياة ديالك طبعا، مع نهاية الحياة ديال ذاك الإنسان أو ذوي الحقوق، لأن بعض الأحيان تتكون وفاة ديال ضحية حادثة الشغل كيتوفى وذوي الحقوق ديالو هما اللي كياخذوا الإيراد العمري. طيب ملي كيتعطى لهم واحد الإيراد عمري، تخيلي معايا واحد الشخص عنده عاهة نسبة عجز في البدن ديالو ديال 55%. إحنا ملي كنخلقوا ملي كنتولدوا مبدئيا تنتولدوا ب 100% في البدن ديالنا، أن كلنا يعني مكاملين، ما عندناش نقص هنا ما عندناش نقص هنا، كنكونوا كاملين يعني تيولدنا امهاتنا 100% من الصحه ديالنا من الاهليه البدنيه ديالنا او القدره البدنيه ديالنا. تماما. ملي كتوقع لك واحد الكسر ولا واحد الردود ولا شي تشنج مهم، تيمكن داك ال 100% اللي عندك في الجسم ديالك تتنقص. بشحال كتنقص؟ على حسب الحادثه اللي وقعت لك. ملي كتوقع لك كسر ولا كتقطع لك يديك ولا تقطع لك رجليك، ملي كتقطع لك يديك تيمكن نقولوا يديك اليمين مشات، اذا كيمشي لك يعني كاين معايير، كاين واحد جدول ديال معايير، كاين كتاب كتاب فيه النظام ديال هالعاهه اللي وقعت لك ها نسبه العجز. مشى لك العين اليمنى 30% ديال العجز، مشى لك العينين 100% ماشي 60%، صافي كترجع غير قادر انك تمارس حياتك العاديه. مشى لك الصبع الصغير، تهرت لك الصبع الصغير، عندك كذا وكذا ديال العجز. ولكل نسبه تعويض لكل نسبه كنحولوها الى الدراهم، هذاك هو التعويض. مزيان، ملي كنعطيك في العجز ديالك في حادثه الشغل اكثر من 10% او 10% فما فوق، التعويض ديالك كيتحول لايراد عمري. اذا كتبقى تخلص من 3 شهور ما عند من؟ ما عند الصندوق الوطني للتعويض التقاعد والتأمين، بالفرنسية كنسميوه لا سي ان ار ا، لا سي ان ار ا اللي هي فرع ديال الإيداع والتدبير، صندوق الإيداع والتدبير اللي هو تحت الرقابة ديال وزارة المالية. إذا هذا شكون اللي كيمولو؟ هذا اللي كيمول هذا الصندوق هو شركة تأمين وطبعا الدولة. شركة تأمين ملي كتجي أنت عندك شركة كتمشي تأمني في حوادث الشغل على الأجراء ديالك، واحد النسبة من القسط التأمين اللي كتخلصي كتمشي لهذا الصندوق. واضح. إذا راه كيتأمول من طرف المشغلين. إذا هاد الفلوس هادو كيكونوا في هذا الصندوق، هذا الصندوق مديور، صندوق زيادة في الإيراد مديور باش ملي كنتخلص أنا في شركة التأمين واحد المبلغ ديال 600 درهم كل 3 شهور. 600 درهم، 1/1/2024، 1/4/2024، 1/9/2021، 4 ديال دورية 4 ديال 3 شهورات، كل 3 شهور كناخذ واحد المبلغ، والمبلغ كله هو كيتسمى ايراد عمري سنوي، كنقسموا على 4 باش كتعطيني ديال 3 شهور. كنبدا نتخلص من شركه التامين، شركه التامين باش بغيت تخلص من هذا الشيء هذا ما تبقاش هي تكلف به كلفات، كتعطي هذا الراس مال كتصيفطو للسينيغا، كتعيط هي للسينيغا كتكتب لها تقول لها الله يخليك عندي حادثه شغل، هذا السيد شحال في عمره؟ ها الاجر ديالو؟ ها الحكم اللي عنده؟ الله يخليك قولي لي بغيت اليوم نعطيك فلوسو تكلفي به شحال؟ السينيرا عندها طريقه ديال الاحتساب ديال باش تكلف شنو هو الراس مال الشخص. معايير هي مضبوطه. هي كلشي مضبوط بالقانون، كتقول لها غادي تعطيني 36 مليون فاصلة كذا كذا. شركة التأمين كتصيفط هذاك 36 مليون وكتقفل الملف ديالها، شركة التأمين انتهت العلاقة عندك بها. ذاك الراس مال اللي كان عندي أنا نبقى تندور به وكنخلص 3 شهور صافي صيفطته للسينيرا.
هذيك السنيغا هي اللي كتبدا تخلصك من 3 شهور 3 شهور اذن كتربط بك الاتصال وكتعطيها رقم الحساب ديالك البنكي باش كتبقى تصيفطك من 3 شهور ل 3 شهور الايراد العمري ديالك سواء مرض مهني او حادثه شغل مميته او غير مميته بالنسبه لذوي الحقوق مزيان لحد الان لحد الان الامور واضحه وهنا العامل المشترك اللي كاين ما بين حادثه شغل والامراض المهنيه طيب انا ملي كنكون خديت مثلا واحد العجز ديال 55% يعني تقريبا شكون اللي يقبل عليا شكون اللي غيخدمني ملي وصل انا 55% ديال العجز مثلا يدي تقطعات لي كنت خدام في الماكينه ديال النجاره وتقطعات لي يدي واش كاين شي واحد يقبل عليا نخدم ما كاينش اللي يقبل عليا اذا هذاك التعويض اللي كناخذ فيه مثلا 1000 درهم في 3 شهور اش غادي لك هي اللي غتعطيني حادثه الشغل هادشي اللي غتعطيني مثلا حيت هي في العام هي 4000 درهم ملي كنقسم على 4 كتعطيني 1000 درهم في 3 شهور اذا تتقول المنطق تيقول بانه الحياه كتغلى الدرهم ما تيبقاش هو هذاك السكر ما تيبقاش نفس الثمن الطحين ماشي نفس الثمن ولكن انت واش تبقى لك داك 1000 درهم حياتك كلها اذا خصنا نعيدوا فيها النظر ها وخصنا نزيدوا فيها اصلا نزيدوا فيها وهذه القيمه هذه القيمه اللي تدار يعني على حسب معايير كما قلتي مضبوطه شكون اللي تيقررها وبانت لي انها ماشي موافقه مع الواقع المعاش جوستمون لا ما تنسيش هذاك اللي عطينا 1000 درهم راه عطيناه بناء على الاجر ديالو حيت الاجر ديالو ضعيف وكنعطيو على السن ديالو وكنعطيو على نسبه العجز هادو ثلاثه ديال المعايير اللي كنعتمدوها دابا ملي كتعطيو 1000 درهم شنو هو الدور ديال الصندوق زياده في الايراد هو انني كنطلب نزيد على داك 1000 درهم زيدوني على داك 1000 درهم داك 1000 درهم اللي غتعطيني شركه التامين وحولتها لكم نتوما غير تتسخروا دابا انا بغيت زياده في الايراد عاد تندير طلب زياده في الايراد وكتزيدوني على داك 1000 درهم شي حاجه فهمتي وهذه شي حاجه القانون اللي كيحددها في واحد المرسوم اللي كيخرج كل 5 سنين كل 5 سنين باش كنعيدوا النظر كنديروا اعاده تقييم ديال الزياده في الايراد هذا العام كنا كنزيدوا مثلا 2% ديال الايراد العمري هذا العام غنديروا 3% الاخر غنديروا 3.5 كل عام اشنو كنزيدوا يعني انا كنت ناخذ 1000 درهم يمكن ناخذ 1200 درهم هذه هي الزياده في الايراد هي داك 200 درهم هي اللي كنطلب من هذا الصندوق يزيدها لي وهاد الزياده كتحسب من التاريخ اللي درت انا فيها الطلب شحال نقيم مره نطلب هاد لا خطره واحده فقط خطره واحده كندير الزياده في الايراد وهذاك الزياده في الايراد كنعيدوا فيها النظر بوحدها على حسب القدره الشرائيه وعلى حسب شحال تطيح لنا الحياه يعني من 50 ل 50 كنعيدوا فيها النظر لكن الطلب في زياده الايراد عندي انا مطره واحده كنديرها ومن بعد كتبدا تعاود اعاده التقييم ديال داك الزياده وكتزاد لي شي شويه حيت الحياه غدا وكتتغلى فهمتي اذا انا عندي 1000 درهم في الايراد العمري عندي الحكم صافي عرفت راسي غنبدا نتخلص من 3 شهور 3 شهور 1000 درهم كندير الطلب بواحد المعلومات واحد المطبوع وكندير شركه التامين تعمروا لي تبعوا طبعوا وكنعطيه للصندوق في السينيرا تنقول لهم الله يخليكم كنطلب الزياده وهما تيديروا العمليه الحسابيه ديالهم وتيبداو يصيفطوا لي الفلوس ديالي 1000 درهم اللي عطاتهم شركه التامين اللي هما غير كيتسخروا زائد الزياده في الايراد اللي هما كيدبروا الصندوق ديال الزياده في الايراد وكنبدا نتخلص مثلا 1188 درهم فعوض 1000 درهم وهذه خصها تعاد فيها النظر من 5 سنين ل 5 سنين لان تنقولوا للاسف لمواكبه التغيرات اللي كاينه ملي تنقولوا حنا دوله اجتماعيه هذه المساله هذه من ضمن الامور اللي تيخصنا نهتموا بها لان ملي تعكس الواقع ودابا هذاك المرسوم شحال كيتعطل هذاك المرسوم ديال اعاده النظر في القيمه ديال الزياده في الايراد كيتعطل كنساو بحال دابا هذه 3 سنين ولا 4 سنين بحال عالجنا المشكل ديال 2013 حنا مازال عندنا تاخير فهمتي في حين الناس راه عايشين بهذوك الفلوس وما عندهمش دخل وما كاينش اللي غيخدمهم اذا تيخصنا نهتموا بهذا هذا الموضوع مهم جدا ونحطوه في الاولويات لان هاد الناس ما كاينش اللي غيتكلم عليهم اكيد هاد الناس ضعاف والدخل ديالهم ضعيف وعندهم عاهات عندهم عجز تيخصنا نحطوهم في الاسبقيه لان هاد الناس ما عندهم ما يقدروش يتكلموا ضعاف فهمتي واضح وهذا هو ملي كنت نتكلموا على الدوله الاجتماعيه راه هاد الامور باش الاشياء اللي خاصها تعالج هي الصندوق الزياده في الايراد اللي تيخصو المراسم ديالو تخرج بسرعه وتكون اعاده النظر في التقييم ديال الزيادات اللي كتعطى في هذا الايراد تنشكرك دكتور محمد جمال معتوخ شكرا لك على كل هذه المعلومات اكيد اكيد الله ودي شكرا على كل هذه التوضيحات نتلاقاو بك يوم الاثنين المقبل باذن الله وحلقه اخرى من صباحيه دوزام فيها الحق والقانون طبعا اللحظه غادي نمروا لفقره ساعة
صحي ولذيذ مع لاله ماريا بن جلون لمجدنا وصفات غنيه بالطاقه اقتراح لوجبه السحور. اهلا بك لاله ماريا. شكرا سميرة. اليوم غادي نهضروا على السحور ديال رمضان ونقدروا هاد الوجبات ماشي غير السحور، نقدروا نعملوا كوم دي زانكا في الفطور ولا في لو غوتي ديال الدراري. دونك مولفين طبعا عندنا العدد ديالنا، عندنا سلو، عندنا المسمن، مبرير، داك العوائد ديالنا هذوك مزيانين، وكل واحد تيبدل وتغير. حاولت اليوم نعطيكم يعني بعض يعني غير كلكو موديل. السحور خص لابد يكون عندنا وجبه فيها يعني الكالسيوم ولا الحليب ومشتقات الحليب، شويه ديال البروتينات والسكر، سكريات البطيئه، حيت والماء نكملوا بكاس الماء باش يبقاو لنا داك السكريات البطيئه تعطونا الطاقه، كثرتوا واحد يعني مده طويله في النهار باش ما تنعياوش وما تيجيناش الجوع. الوغ هاد الوجبات اللي غادي نوجد لكم تنقدروا نوجدوهم يعني مع الفطور وتنخليهم في الثلاجه وتنقدروا فوق السحور نحطهم فوق طبيله وناخذهم ما تنوجدوهم ما والو تيكونوا موجودين. غنبدا يعني بشويه ديال الملح. الوغ طبعا عندنا دائما دو بان بريوشي ولا الخبز ولا هادو نقدروا غير نشريوهم دي بتي بريوش ولا هذا باش نبدلوا شويه ديال الخبز هادو باش نعملوا وصفات اخرى. الوغ الوصفه الاولى بان دومي، ها هو بان دومي، تناخذ تنحمروا شويه، تنعمل اون اومليت بشويه ديال الفرماج ما فيش ماده دسمه، تنعسها مزيان، تنعس معها لافوكا، الحامض دائما الحامض، تيكون عندي شويه ديال ليزيبينا تنديرهم، ليزيبينا تنصهدهم، تنوجدهم، تنعمل اون بتيت طوماط، وتنخليهم هادو هكذا في الثلاجه ما تيكحلش ليزيبينا حيت فيه الحامض، ولافوكا ما تيكحلش، وتنقدروا ناكلهم مع هذا تنزيدوا شويه ديال الحليب، يوغورت ولا طريف الفرماج، هي تتكون عندنا وجبه كامله ديال السحور. الوغ اما تنديرو هكذا افيك دو بان دو مي ولا بهذا الخبز، هذا الخبز ديال الذرة، دونك ساهل نقدروا نحمروه ولا نخليوه فيه شنو فيه؟ فيه اومليت فيها شويه ديال الزريعه اللي بغينا اي نوع زريعه وشويه ديال لي زيبينا، وتنعملوا نفس الوصفه وتلويهم تنخليوه هكذا في الثلاجه، راه واخا تيجي شويه بحال مجلود راه تيجي ساهل في الماكله وتيصبر في الثلاجه. المهم هو هادشي نقدروا نوجدوه مع الفطور، نقدروا ناكلوا حتى الفطور، ولكن هذا السحور نفس الشيء، شي حاجه فيها الحليب ولا مشتقات الحليب احنا درنا وجبه كامله. الوغ الحاجه دابا انواع لي فلان، كاين لي فلان بالبيض، كاين لي فلان غير يعني بلا فيكول ديال الذره. دونك شنو درت هذا بحال مهلبيه، شنو فيها؟ الوغ شنو درت ملي تيكون عندنا بحال دابا المهلبيه ولا مصاوب بالرز، يعني عندنا السكريات البطيئه، ما تنعملش يعني حاجه اخرى، تندير الفواكه. الا ما كانش عندنا السكريات البطيئه تنزيد شي حاجه ثقيله. دونك هذا شويه ديال الحليب ديال اللوز، داكشي عملت شويه ديال اللوز، شويه ديال الطحين، اي نوع ديال لافيكول، تندوروها بشويه معلقه كبيره ديال بوعويد مطحون، ها هو. وهنا هذا درت فيه شويه ديال الورد، تنبقاو ملي تيبرد تنديروا عليه شويه ديال اللوز محمر او القرقع اللي بغينا، وتنقدروا هذه كامله اللي ما قدرش يتسحر ياخذ هذه، فيها كل شيء، السكريات البطيئه، فيها الفواكه ديال التفاح ولا ديال بوعويد، فيها الحليب الكالسيوم، فيها كل شيء. الوغ هذا الحليب ديال اللوز، وتنزيد معاه شويه ديال الحليب ديالنا. الوغ هذا درت فيه شويه ديال اللوز، ولا هذا فيه شويه ديال الصنوبر محمر في الفران، دونك غير باش يعطي داك لوكو. وهذا واخا هكذا تيبقى في الثلاجه، هادو اللي مزيان في هاد لا بريباراسيون. الوغ حاجه اخرى كاين بزاف هاد الوقت لي فرامبواز، الوغ تناخذ العصير ديال الفرامبواز عادي، تندير فيه جوج بيضات وتندير فيه شويه ديال الحليب، هذا الحليب ديال الرز باش يتقن شويه، وتنبقى ندير هنا فيه الزهر او الورد، الا درنا هنا الورد هنا نديرو الزهر، ما فيش نهائيا سكريات، هكذا تيتعقد يرجع هكذا شويه قاصح، ها هو هكذا شتي شويه قاصح حيت فيه شويه ديال الرز، تنزيدو ان بتي فخوي ولا شويه ديال القرقع. دونك حتى هذه وجبه كامله للسحور، نكملوها بكويس الماء، وعندنا يعني لي زابور ديال سيرتو لا ماتيني. الوغ لي بانكيك ما نبقاش نهضر عليهم، ولكن ساهلين، ملي تشتنا شويه ديال الطحين البيض نعملو اي حاجه، هذا مصوبين بالبنان،
والكيوي ما بانش فيه الكيوي، كاين غير البنان والكيوي، هذا تيتكال حتى هو كله، شويه ديال اليوغورت، وجبه كامله. الوغ لو بوغ دو كاكاوات حتى هو بحال اللوز بحال تنساوه، راه درت اون كريم ديال بوغ دو كاكاوات شويه بيضاء، حيت طحنت معاها شويه ديال اللوز مسلوق، سلقت الروز اللوز عفوا وخليته حتى نشف مزيان، وخديت كاوكاو ما محمر ما والو حيت القشره، وطحنتهم طحنهم حتى عطانا هكذا ان بوغ دو كاكاوات. او كنت هدرت في واحد الحلقه درت شويه ديال المربى مصوبه بالطحين ديال الخروب، شويه ديال الزبيب، شويه ديال القرفه. الوغ هاد الجوج فيهم الفواكه، فيهم لي زولياجينو، فيهم لي زوميغا 3، تناخذوا دي توست هكذا وتندهنهم، اما توست اما شويه ديال القراشل اون بريوش اللي عندنا تندهنوهم، تندير شويه ديال البنان باش نجيب داك السكريات البطيئه والبوتاسيوم. الوغ الموز ما تكونش طايبه بزاف، لا بنان تكون شويه هاريه، وفوق منه شويه ديال لي غران دو شيا. صحيا هضرنا على الفوائد ديال شي لي غران دو شيا، دونك هكذا وحده هكذا غير وحده هكذا فيها تقريبا 250 كيلو كالوري، ونزيدوا فيها دائما هادو اللي ما فيهمش الحليب ولا مشتقات الحليب، نقدروا نزيدوا معاهم يوغوت ولا طريف الفروماج ولا كويس الحليب. لو كود كور ديال اليوم شنو هو؟ لو كود كور ديال اليوم هي هذا. شنو هذا؟ تناخذ شويه ديال الكينوا، تنفزقوا في شويه الماء، تناخذ إلان، إلان تنسلقوا حيت إلان خصو الوقت بزاف باش يطيب، تنسلقوا، وتناخذ لي فلوكون دافوان وتنحمرهم، وتنخلطهم، شويه ديال زيت العود، شويه ديال قشرة الحامض، وتنخليهم في الثلاجة هكذا. هذه يعني اون بوم دو فيتامين. ملي تنبغيو ناكلوهم في الليل تنخبط هادي، نقدروا ناكلوها هكذا، او تنخلطوهم شويه ديال الفرماج مصوب في الدار، ها هو دي فرماج بلون، وتنخلط مع شويه ديال الفواكه. هادي صحيه صحيه صحيه، وكل شيء يقدر ياكلها، وفي ذاك المذاق ديال زيت العود تيعطينا واحد ان بتي كو شويه اسيدولي، دونك هذا فيه اي فواكه عندنا، وهذا درته مع شويه ديال الفرماج ديال الدار مصوب في الدار، دونك دي فرماج بلون. هذا هو لو كود كور، دونك إلان لي فلوكون دافوان والكينوا. الوغ إلان مسلوق، لي فلوكون دافوان محمرين، والكينوا غير فازك شويه في الماء وصفيته من بعد. الوغ غادي نوصلوا الحوايج اخرين اللي ساهلين، ملي ما تنقدروش ناكلوا في السحور خصنا تنقولوا لا بدا لا بدا. الوغ سا سي دي فيغين، فيه شويه ديال الشوفان، شويه ديال الفروماج بلون ديال الدار، سي تو، وفيه شويه ديال الوغ لي ميرتي ولا لي مور تنطحنهم، وتتعطينا الوغ غير هاد الشويه هكذا كامل فيه كل شيء. دونك داك لو فرماج بلون حتى هو فيه لو كالسيوم، الالياف ديال لي فروي، السكريات، دونك وحده هكذا. الوغ هذا مصاوب فرماج بلون، هذا مصاوب بالحليب ديال الروز، ها هو نفس الشيء الحليب ديال الروز، ودرت معاه شويه تتشوفوا هاد لي بتي فروي مخلطين، وعاد هنا دي بتي مورسو دو كاكيلا عندنا تنزيدوهم. والوصفه الاخيره اللي يعني صحيه وتتبردنا، ونقدروا ناخذوها لا في الفطور ولا في السحور ولا اي وقت، هذا دي سموتيز. شنو هما تنطحنوا يعني الفواكه، تنطحنوا مزيان حتى ترجعوا ما بين ان جو وما بين اون كومبوت. دونك هذا مصاوب بلي بوار، يعني نقدروا نزيدوا البنان تيكحل، دونك لي بوار مطحون غير بلي بوار وطريف ديال الاناناس، هادشي اللي فيه. واخا تشوفوه بيض هكذا، بوار اناناس بيان سور، الحليب اي نوع حليب بغينا، حليب نباتي اولا، غير شويه تنبقاو نطحنوه، ما تنديروش السكر نهائيا، حيت وتيبدا داك لا بيكتين ديال بوعويد تتخلي لنا تيجي شويه ثقيل. دونك هذا فواكه ما طايباش، وتجينا بحال ان سموتيز، وتجينا بديد، نقدروا نسموه بالزهر، نقدروا نسموه بدي غران. دونك هادشي حيت شحال من واحد ما تيقدرش ينوض في السحور وتيعكز باش تيوجد، دونك هادو تيباتوا تيقدروا يبقاو الليله كلها، تنوضوا تناكلوا نشربوا كويس الماء، وتندوزوا ان شاء الله نهار بخير على خير. جميل اننا نجمعوا ما بين الصحي واللذيذ في وجبه السحور اللي ستبقى وجبه اساسيه ورئيسيه في شهر رمضان المبارك. دكتور سمر، سمر دي ماشي انت اللي غتقول العكس. تسحروا فان في السحور بركه.
جميل أكيد. جدا أكيد. كان رسائل اخرى اللي ممكننا نمروها اليوم مناسبه شهر رمضان الكريم لكل مشاهدين صباحيه دوزام من هذه ديال السحور أكيد. ورسائل اخرى تتحس في قلب الدكتور صمدي واللي بغى يقتسمها مع المشاهدين. رمضان كله رسائل، تشريعه وجوده كونه ركن من اركان هذا الدين، كونه من اساسيات هذا الدين، تعبدنا الله تعالى تعبدنا به، دال على ان فيه رسائل وفيه دروس. حنا كنعرفوا ان هذا الدين انما جاء لمصلحه الانسان. يوم يدرك الناس رسائل رمضان يقبلون عليه بصيام العباده وليس صيام العاده. دابا مع الاسف حنا كيجينا رمضان كيدوز وقد لا يخلف الاثار المرغوب الاثار المطلوب والمقصود والمرجو. فلكي يخلف اثاره كيفاش غندخلوا لهذا رمضان وكيفاش غنخرجوا منه؟ وعلاش ما نبداوش بالاثار الايجابيه اللي خاصها تكون مورا رمضان باش نعرفوا واش قمنا برمضان على الطريقه الصحيحه؟ دابا جريتيني لواحد القضيه مهمه جدا. دابا حنا ملي كنعبدوا الله تعالى سواء الصلاه ولا الزكاه ولا الحج ولا الصيام كنقولوا والله يقبل. كنقولوا هياك تماما. نقدر نقول لك واحد القضيه، كنعرفوا هذه العباده واش تقبلت ولا لا. اعطانا الله تعالى المفتاح، عندنا نعرفوا هذه العباده واش مزيانه ولا لا. شنو هو المفتاح؟ اذا لم تخلف اثارها الطيبه في سلوكك وحياتك واخلاقك ومحيطك، فاعلم ان هذه العباده مدخوله من جهه ما، وانه اصابها ما اصابها فلم تخلف اثارها. لكن اذا اعطتك الاثر الطيبه والسلوك الحسن وبدلت الحياه ديالك وغيرت التصرف ديالك، اعلم انها مقبوله. كيف جاتك هذه؟ لان هذا الشيء باين. اللي كيقولنا الله تعالى مثلا الا حسيتي بالتغيير تبارك الله، الا حسيتي بالتغيير الايجابي عرفت قبلت. هذا واحد مؤشر قوي انها تقبلت. بعد ما تكون اسمح لي نقول لك واحد القضيه. شنو هو شروط قبول العمل؟ ان يكون هذا العمل خالصا صائبا. عقل معايا على هادو بجوج، خالصا وصائبا. خص الصواب والاخلاص. الصواب يكون موافق، ماشي غاجي وعبد الله وصافي. خص تعبد الله عن علم وعن اتقان وعن معرفه، يعني يكون صائب. والامر الثاني اللي هو مهم، خالصا لمن صليتي، لمن صمتي، لمن مشيتي للحج، واش المولاك ولا خلطتي مع شي حد اخر. دونك هادو بجوج حنا متفقين. عرفنا غنجيو دابا خالصا صائبا وغنشوفوا واش خلى شي اثر ولا ما خلاش. بحال انا نعطيك بحال قربنا امثله وعمليه. ملي كنتكلموا على الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ملي كنتكلموا على الحج كنتكلموا على الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ها الحج ملي كيقولوا لي يا رسول الله وما برور الحج؟ شنو هذا الحج مبرور؟ ما قال لهم لا عرفات ولا مزدلفه ولا ميناء ولا طواف، ماشي يعني المناسك. لا، قال لهم اطعام الطعام ولين الكلام. واو، نقطه او سطر. شوف المبرور بمعنى انك تمشي تتواصل مع عباد الله، سلوك ومعاملات تتواصل مع عباد الله. اذا اتيت الاركان ولكن كاين الجفاوه والقساوه والغلظه والشده والانانيه، هذيك العباده ما عطاتكش الادام ديالها اللي هو السلوك الحسن. نجيو للصيام. الصيام شنو هو الثمار السلوكيه ديالو؟ من لم تنهاه، عندنا في الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ها واحد المؤشر ديال قبول الاعمال. إذا كان هذا الصيام دخلتي له شهر وانت كتصوم، ولكن قول الزور، شنو هو قول الزور؟ تغيير الحقائق، الكذب، الغش، المكر، البيع والشراء، في العلاقات، السب، الشتم، القذف، المكر، المشاكل، وتعالي الصوت والخصام الشديد. فهذا الصيام هذا ما خديتيش العمق ديالو، وهو تغيير الجوهر، لأن الصيام إنما جاء ليغير جوهر الإنسان، ليدفعك أن تنتصر على نفسك لما تريد أن تطغى، تنتصر على نفسك لما تريد أن تغضب، تنتصر على نفسك لما تريد أن تنتقم. فكيعطيك هذا الصيام كيقول لك شوف وحدي، هذا الصيام راه دورة تربوية أخلاقية بامتياز. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أنه الصيام مش المقصود به هو المظهر، هو الجوع من طلوع الشمس إلى غروبها إلى الفجر، لا، من الفجر إلى الغروب، لا، القصد هو ادخل هذا المعدن ووطن نفسك على هذه المعاني، فهي الرسالة العظيمة من رمضان. رمضان جاء ليعطيك التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح. قال لك أودي هذا الجسد يحتاج إلى تقويم، يحتاج الى الاهتمام به اهتماما اخر، وان لا تريده المهالك. شوف دابا ملي كنتكلموا على العلم وكنتكلموا على الدين، التوافق المطلق. صحيح. اللي كيقول لك الدين يا ودي ما تكثرش من المكله، ويا ودي قلل من الطعام، بحسب المرء لقيمات يقيمنا صلبه. شوف على التعبير،
الصيام اثبت نجاعته العلميه. هو العلم الطب الحديث كيتكلم على الاثار الطيبه صحيح. ديال الصيام، كيف يحدث تغييرا جذريا في النظام الغذائي ديال الانسان، كيفاش كيرتاح الانسان وثم بعد ذلك يتحسن اخلاقه وتتحسن وينتبه الى مجموعه من العيوب ليخلص نفسه منها. ولذلك العلماء ديالنا الصوفيه اش كيقولوا؟ التخليه قبل التحليه. شو على عباره رائعه عندهم. التخليه ما عمرك سمعتيها سيدي راد؟ التخليه قبل التحليه. احنا كنخدموا على السلوك ديالنا، اخطر شيء عندنا احنا هو مشكله ديال الاخلاق والسلوك. كيقول لك اودي اول حاجه التخليه قبل التحليه. التخليه معناها عندك دابا احنا عامرين بالعيوب وبالمساوئ وبالسلوكات التي لا تليق، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نخليو القلب ديالنا نحيدو منه. يعني بحال الا عندك واحد الكاس بغيتي تكب فيه الماء نقي طاهر ماء زلال طاهر، ولكن عندك الكاس موسخ، شنو خصك دير؟ خصك تغسل الكاس بعدا، وخصنا نغسلو القلب ديالنا. هذا هو التخليه، حيد الادغان وحيد الوساوئ. ورمضان تيحول لنا هذا الامر. رمضان جاء ليطهر الذات من كل هذه المساوئ والعيوب، حتى اذا استطعت ان تتخلص منها سكبت فيها ماء الايمان وماء جميل. الاخلاق جميل. فاضحت فياضه، فاضحت معطاء، فاضحيت شخصا اخر، لانك استطعت ان تتغلب على نزوعات النفس وهوى الانسان، ثم احللت محل ذلك مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال وجلائل الصفات، فاعطتك صوره اخر. اذا خرج رمضان خرجت بهذا الزاد الاخلاقي السلوكي الذي صنع منك شخص اخر. هذا الشيء اللي تنتمناو لينا ولكل الناس. نزيد شي شويه الوقت اذا سمحتي. رمضان هذا الناس دابا راهم كيت رسائل كيف ما قلتي كثيره. رساله اخرى عظيمه هو اننا كنعتبر رمضان الاحتفال السنوي بالقران. كنتبهوش لهذه، لأن عندنا القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عاد فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا شهر القرآن، فهل نعطي للقرآن حقه؟ هل نقرأ القرآن نبحث؟ والحمد لله بكيجي رمضان كنوليو نتصالحوا مع القرآن، وهذا شيء جميل. كنشوفوا الناس اللي يجيو من الخدمه عندهم صحاف وراسهم كيقول لك اودي خصني نختم السلكه، خصني نقراه مزيان. كنشوفوا القيام، صلاه القيام، القران، الناس كتسمع في الازقه والدروب والمساجد بشهدون عظيم، لانه موسم القران بامتياز. ولكني ادعو الناس وادعو نفسي الى ان نقرا هذا القران قراءه عنوانها التدبر والتامل والتمعن، ليفتح علينا بركاته. فمأدبه القران مأدبه شهيه. جميل. ما نهتموش اختي سميره فقط بمأدبه الاكل والشراب، تبارك الله من كل فن طرف. شوف مأدبه القران مأدبه شهيه، مأدبه اخاذه بالقلوب. كلما نهلت منها واخذت منها الا وازددت عطشا ونهما، كلما ارتويت وازددت اقبالا على مأدبه القران، وهي تعطي بسخاء في كل زمان. جميل. ولذلك خصنا نرجعوا للقران، تصالحوا معه، نقراوه ونحاولوا نقراوه، واي حاجه استوقفتنا ايه من ايات القيم والاخلاق والسلوكات والتصرفات الطيبه نتمعن فيها، ثم ننتقل الى تمثلها. لان هكا كانوا سيدنا الاولى، كانوا كيقراوا القران وكيجعلوه مسطره للحياه، فيما كتستوقفوا شي ايه. الله يرحم الوالدين. واضح واضح. تنشكرك بزاف دكتور مصطفى الصمدي. باقي عندنا حلقات اخرى ان شاء الله اللي غتجود علينا فيهم النصائح ديالك وبالرسائل ديالك الروحانيه الجميله جدا. والله اتمنى ان الحمد لله رمضان هذا يكون شهر خير وبركه، يا ربي امين، وتعمنا فيه الرحمات والبركات والخيرات، يا ربي امين، مع نفوسنا وتصلحوا مع من حولنا، وينتقل بنا هذا الصيام، ينتقل بنا اذا الى وجود اخر يترفع بنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك دكتور صمدي. بقوا معنا، غادي نختموا حلقه اليوم مع اللياقه مع الكوتش ياسين، اللي هو غادي يبين لنا بانه كاينه علاقه ما بين الصيام ونقصان الوزن. هذه العلاقه مثبوته علميا سي ياسين؟ اكيد سميره، وكل شيء تيسول على الصيام، واش يمكن ليا ندير الرياضه قبل الفطور ولا من بعد الفطور؟ بيان سور يمكن لك ديرها قبل الفطور بواحد ساعه المكانه، ولكن الا ما كانش عندك مشكل فحال الناس اللي كيعانيو من السكر ولا من القلب ولا من طونسيون، الناس اللي عندهم واحد الامراض اللي مزمنه، من الاحسن يخليو تم بعد الفطور، ولكن ما ينساوش استشاره طبيه، لان الاستشاره الطبيه مهمه. اما اللي مهم بالنسبه للناس اللي باغيين يفقدوا الوزن قبل الفطور بواحد ساعه ديال المكانه، يمكننا نديروا حركات بيان سور فين ما كنا، في الدار ولا 1 متر سور 1 متر، يمكننا نديروا هذه الحركات
باش نخدموا شويه الدقه ديال القلب، نفقدوا من الوزن ديالنا واللي هي مثبوته علميا اننا من بعد ديك الساعه ديال المكانه كيكون عندنا الحدود اننا نقصوا بزاف ديال الوزن. نقترح لكم حركه اللي ساهلين يمكن لكم ديروهم من بعد الفطور، ولكن بيان سور ردوا البال ما تجهدوش على راسكم بزاف، لان ما نساوش الجسم ديالنا كيكون كيصوم واحد 13 ولا 14 ساعه، دونك نمشيو غير بشويه. نقترح لكم حركات اللي نقدروا نديروهم، اي سيرتو الناس اللي فكروا يبداو الرياضه في الشهر ديال رمضان، كلشي كيقول لك وانا عجزان وهذا هو الشهر اللي غادي نبدا فيه. غنوريكم كيفاش تبداو الحركات ديال الكارديو ديالكم. ديروا واحد شويه ديال ليشوفمون، نهودوا لتحت، نتيروا شويه العضلات ديالنا. ديما ملي كنبغي ندير شي اكتيفيتي كو سوا الغونفورسيومون تقويه العضلات او لا الكارديو، خصني ندير ليشوفمون باش نهيئ الجسم ديالي لهذاك المجهود اللي غادي ندير. نوقف في بلاصتي، نهبط شويه ونطلع، نحاول نخدم شويه العضلات ديال الظهر ديالي، نسخنهم باش ما يجونيش التشنجات، سيرتو ملي كنكون صايم. خمسه، اربعه، ثلاثه، جوج، واحد. نوقف في بلاصتي، شوف معايا، غادي ناخذ هاد ستيب، نحاول ناخذ الدرجه ونطلع غير بشويه. علاش؟ باش نحرك شويه الدقه ديال القلب ديالي ونحرك معايا يدي. نحاول كل حركه كنديرها ندير من 15 حتى ل 20 مره، بيان سور نخدم لا ريسبيراسيون ديالي ونمشي بشويه عليا. الحوايج اللي خصني نشرح لكم هنايا هو انه الوقت اللي كنرتاحوا فيه ماشي بحال الايامات العاديه، حيت كنكونوا كنشربوا كيكون عندنا الماء، هنا خصنا ناخذوا شويه ديال لا ريكوبيراسيون. مثلا الى درت 20 مره نوقف في بلاصتي، ناخذ شويه لا ريكوبيراسيون، نحاول نتنفس مزيان ونمشي الحركة اخرى. شوفوا معايا، غادي نوقف في بلاصتي، نحط الرجل ديال اليسرية، نهز رجلي وندفع 1 2 3. كان الوزن ديالك ثقيل سير بشويه عليك، كان الوزن ديالك خفيف يمكن لك دير الحركه باسرع باش تحرق اكثر. 3 2 1 وندير حركه اخرى، عاود جهه اخرى. ديما نمشي بين 15 20 مره ونبقى خدام. 5 4 3 2 1 نوقف في بلاصتي، وديما منين نبغي نرتاح نحاول ندير حركه في بلاصتي ما نبقاش واقف، سواء ندير لا مارش في بلاصتي سواء ندير ستيب تاتش، نحاول نقيس هنا. المهم هو انني ما نوقفش مره هنا باش نقدر نخدم الكارديو ونحسن الدقه ديال القلب ديالي وحتى لو سوفل كيولي عندي احسن. داكوغ، نمشيو لحركه اخرى، نوقف في بلاصتي، نهبط سكوات 1 2 3 4. نحاول نزرب شويه، خلي الظهر ديالي واقف، بروفوندي نهبط شويه لتحت. 5 4 3. شوف معايا دابا، غادي نهبط سكوات ونهز لو جونو ديالي، مره اليمين مره اليسار، غوش اليمنيه اليسريه، وديما كنتنفس. نحاول نمشي من 15 حتى ل 20 مره ونرجع لبلاصتي وندير هاد ستيب. علاش ندير هاد الحركه هادي؟ كنسميوها ريكوبيراسيون اكتيف، كنرتاح ولكن كنخلي ديما الجسم ديالي يتنفس مزيان. داكوغ، الجسم ديالي خدام والدقه ديال القلب ديالي ديما كتبقى مزيانه باش نقدر نفقد هذاك الدهون اللي عندي زايده في الجسم ديالي. شوفوا معايا، نوقف بلاصتي، ندير خطوه على اليمين خطوه على اليسار، 1 2. نطيح يدي لتحت، نحل خاويه. الا قدرتي دير تقل في يدك شويه واحد كيلو، ولا الا ما كانش عندك تقدر تاخذ غير جوج قريعات ديال الماء صغار. هنايا كتخدم الكارديو، كنخدموا اون ميم طون العضلات ديال الرجلين. 3 2 1 ونرجع لا ريكوبيراسيون ديالي هي اللي لا مارش. وهنا هذا هو اللي كنسميوه الكارديو، حيت كلشي كيقول شنو هو الكارديو؟ هو كنتحرك، كنخدم الدقه ديال القلب ديالي ما كنوقفش. نمشيو لحركه اخرى، على اليمين على اليسار، دوات غوش، 8 7 6 5 4 3. غادي نبقى على جهه وحده وغادي نطلع 1 2 3 4 5. راه كل ما كتزيد كل ما كتفوت 5 دقائق 10 دقائق الجسم ديالك كيبدا يسخن، كتولي تقدر دير اكثر، يمكن لك دير اكثر عدد. الا كنتي كدير في الاول 10 تقدر دير 20، وانت الجسم ديالك كيسخن وانت كتقدر دير اكثر. غير رد بالي وانني ما خصنيش نكثر على راسي ولا نطلع الدقه ديال القلب بزاف، حيت الجسم ديالي كيحتاج الماء وانا صايم. 5 4 3 2 1 عاود نرجع لبلاصتي، غادي نهبط لتحت 1 ونجمع 2 ونجمع 3
4 وبيان سور حتى هي نديرها من 15 حتى ل 20 مره وديما كنرجع كنرتاح فيما كندير شي حركه كناخذ الوقت ديالي كنحاول نرتاح مزيان عاود كنرجع. شوفوا معايا غادي نخدموا شويه العضلات ديال الفوق ونبقاو ديما في لو تيم ديال الكارديو. غادي نحط يدي ندير خطوه كبيره للور عاود نطلق ونرجع نطلق يدي الفوق ونهبط. ديما ما ننساش لا ريسبيراسيون 3 ونطلع الفوق بيان سور من 15 حتى ل 20 مره وناخذ لا ريكوبيراسيون ديالي. وهاد الحركات هما يمكن لك تخلي واحد جوج ساعات من بعد الافطار وديرهم الا كنتي كتحس براسك انك هتعيا ولا غادي الجسم ديالك كيترهق. خلي واحد ساعتين شويه ديال الحركات. ما قدرتيش دير شويه ديال لا مارش حيت هذا الشهر مهم. الا كانت التغذيه ديالنا مزيانه وكنا كنقدروا نديروا سبور بطريقه صحيحه. شكرا لك كوتش ياسين، شكرا لك على هاد التمارين العمليه اللي نتمنى ان كل واحد يديرهم في البيت ديالو. ياك ممكن نديروها في البيت ديالنا في البيت في اي بلاصه كنت يا سميره يمكن لك ديرهم. واضح. فبيك تنختموا حلقه اليوم واسبوع كامل من صباحيات دوزام. نتمنى نلقاكم على خير ان شاء الله ابتداء من الاثنين المقبل واسبوع اخر من الافكار المواضيع والحيل اللي تسهم حياتنا اليوميه. جمعه مباركه، نهاركم مبروك وصيامكم مقبول باذن الله. الى اللقاء.